من البحرين الى اهلنا وناسنا وحبايبنا في الامارات، ياخذنا الاسطرلاب عبد الرحيم وياخذكم الى الامارات المتحده. من الجدير بالذكر ان القبائل والعوائل البحرينيه اللي ما زالت في الامارات، ما زالت العادات والتقاليد موجوده ياهم في الامارات الى هذا الوقت ولهذا العصر. خلنا نشوف وياكم البحرينيين وايش عندهم معلومات عن الامارات وعن كم اماره في الامارات وعن كل المعلومات في الامارات. تعال شوف عمي هاي. اقول لك طلع لي الامارات وين تدري؟ الامارات؟ ايه في المكان هي صايره هنا. هذه هي جبتها جيب. هذه هي جبت شكل قوي في الاجتماعيات. الحمد لله. اكثر بلد خليجي وسياحي وين عندنا هنا الخليج؟ دبي. دبي. هذه الامارات. هذه الامارات 100%. 100%. يعني هي تقول عنها الامارات. نعم. بلد خليجي وسياحي. ايه. وينه بالضبط؟ ازيد بلد خليجي سياحي ومتطور متقدم. عمان. عمان؟ فيها يعني طبيعه. طبيعه. ايه. في ناس تقول الامارات. الامارات طبعا يعني بالتقنيات وهذه الاشياء الحديثه طبعا. الإمارة. إليه يعني السواحل وهذا ليه، بس عمان كطبيعة أصلية يعني. أصلية. إيه. إنزين. خلنا نقول الإمارات. الإمارات رحتها قبل زرتها عمي؟ زرتها إيه. كم مرة؟ كل 6 مرات. 6 مرات. تطور دائم يعني. أها. وإيش كان سبب الزيارة؟ سياحة. سياحة وتسوق. إيه. سياحة وتسوق. إيه. وين بالضبط رحت في الإمارات؟ تقريبا كامل شاملة، بس أكثر شيء دبي يعني. أكثر شيء دبي. بس زرتها كاملة يعني. يعني دبي حق السياحة وادي ممتازة. طبعا. يعني تنصح الناس بدبي؟ إيه. إنزين، وإيش رأيك في تعامل الناس اللي فيها؟ طيبين. طيبين. أخلاق رفيعة. أخلاق رفيعة. متابعينا الأحبة من الإمارات، اكتبوا لنا من أي إمارة تشاهدونا، ولا تنسون تشتركون في القناة، يعطيكم العافية. إنزين. في الامارات في عدد من الامارات هنا. اي نعم. كم عدد الامارات اللي في الامارات؟ 7 امارات شكلها. 7 امارات، تعرفهم لو اقول لك قولهم لي تعرفها؟ تقريبا الامارات وعجمان. ايه. وابو ظبي. ايه. ودبي. ايه. بس هلا تقريبا اعرفهم. بس هذه. ايه. اهل الامارات اللي عنده زياده بس يكتب لنا في الكومنت ويش باقي المناطق اللي ما قالهم ابو احمد. عندك اهل في الامارات؟ في الامارات لا ما عندي. زرت الامارات؟ نعم. بعد زياره؟ ايه. وش السبب؟ رايح الى شراء سياره بس ما توفق. حق وشو؟ شراء سياره من الشارقه. ايه. ما توفق لكن. ما توفق؟ لا. شنو يعني غاليه رخيصه؟ كانت انا رغبت في سياره معينه وما حصلت يعني. وما حصلت؟ ايه. رحت الشارقه؟ الامارات، دبي، بعدين رحت الشارقه. دبي بعدين الشارقة. ثم رجعت من دبي رجعت للبحرين. عندك أهل هنا؟ أهل نسبة؟ لا ما أعرف. كلش؟ كلش. ربع؟ ربع في الإمارات؟ لا ما أعرف. نعم ما عندي. كلش؟ لا. زين وإيش رأيك في تعاملهم أهل الإمارات هناك؟ أنت رحت وزرتهم شفت تعاملهم شفت الناس اللي فيه؟ نعم جماعة طيبين يعني كلش طيبين. طيبين. إيه. عدد السكان يعني؟ لا لا الإمارات يعني. في هناك امارات في الامارات في امارات. اوكي. كم عددهم؟ يعني اقل من مليون شيء مليون؟ لا واجد رحت فوق. اي اقل لا. مو 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 السكان. أوه. عدد الامارات اللي هناك. والله ما ادري. 6. 6 7 7 7 قوي في الغش. انزين 7 امارات، لو اقول لك عددهم تعرفون؟ والله ناسنها 7. 7 امارات. 100% 7 امارات. 100%. لا كلش؟ كلش. ولا زرتها؟ لا نزلت المطار وطلعت بس. بس سمعت عن هالشي الامارات يعني عن اهلها او هي لسياحه او هي لشراء اغراض او هالامور؟ سياحيه خاصه دبي يعني سياحيه وحق تسوق. حق تسوق مميز يعني في التسوق في السياحه في اماكن سياحيه واجد. غاليه او رخيصه؟ سابقا كانت رخيصه حاليا الاسواق اغلى. اغلى هي على ما سمعت يعني ما رحت ولا مره. اها يعني لو يسالونك يوم من الايام في الخليج وين السياحه تقول لي تصير دبي. حاليا يعني افضل مكان يمكن السياحه دبي و...
سلطنة عمان مواسم يعني. مواسم. عندكم أهل في هناك في الإمارات؟ لا. كلش؟ كلش. إذا ما خاب مني سبعة. سبع وحدات؟ إيه. تقدر تعددهم؟ لا والله ما أعرفهم كلهم. ما تعرفهم كلهم؟ لا. دبي كل اللي تعرفه. إيه دبي الشارقة. زين. زين. عندك ال. مو جاي في بالي الحين. مين جاي في بالي؟ لا. عندك ابو ظبي والشارقه والامارات وال يوم بعد بس هم سبع لو لا سبع عدل صح ايه. معلوماتك عدله في الامارات نفسها ايه. في سبع امارات ايه. تعرف تعددهم لنا راس الخيمه عجمان دبي ابو ظبي الفجيره العين لا مو العين القيوين القيوين ايه. بعد باقي واحده رايحه عن بالي رايحه ايه. الاخيره هي بس تحبك الشارقه الشارقه يعني مثلا الناس تروح حق سياحه حق سياحه سوق نايف سوق نايف ايه. هاي وين سوق نايف بالضبط في الاماره في الرقه شارع الرقه يعني انت رايح قبل ايه رايح وين رحت بالضبط هذا هو فريق الرقه ورحت هنيها بس ورحت دبي مول دبي مول ايه برج يعني خليفه يعني تقول تروح تسوق انت ايه تسوق وسياحه ايه في ناس تقول تعطينا معلومات تقول تروح تشتري اغراض يعني غيار قطع غيار هالامور لسياير وغير سياير وايش رايك في هالكلام؟ صحيح واجد زين هناك ورخيص؟ اي نعم ارخص من البحرين؟ واجد واجد احنا في البحرين عملتنا الدينار ايه وكسورها 100 فلس عدل او لا؟ صح هناك عملتهم وايش هو؟ هناك الدرهم وايش كسورها؟ ما ادري والله كلش؟ لا ولا سمعت اتعامل انت واخذت ما عاملت ايام كله بالدرهم يعني اكثر شيء ازيد شيء بالدرهم اي درهم كسورها احنا عندنا هني كسور احنا عملتنا الدينار وكسورها ال 100 فلس الفلس هم هناك ايش كسورها؟ هذه هي درهم بس كسورها ما اعرف صراحه كلش كلش ما تعاملت بعملتهم يعني اها هاي معلومه من عند الاسطرلاب البرنامج اليكم الفلس درهم الدرهم كسور الدرهم يعني عندنا في البحرين مثلا عملتنا الدينار نفس هنا 10 عندهم 5 و50 20 كسورها وايش هو يعني احنا كسورنا الفلس هناك كسورهم وايش هو درهم له اكيد الدرهم العمله كسور الدرهم والله ما اعرف كلش كلش ما تعاملنا اياهم جمهور كبير في التعليق وايش كسور الدرهم ابو علي عندك معلومات عن الاماره خفايف يعني بسيطة بسيطة انت ولا لو يقولون لك بلد سياحي في الخليج وين تقول لهم؟ الامارات اوريدي الامارات، سمعت عن منطقة في الامارات بالضبط سياحية؟ لا والله كلش ما سمعت يعني ما رحت انا اوريدي يعني من كذي ما عندكم اهل او نسب او ربع في الامارات؟ لا والله ما ولا عندك ربع؟ ولا ربع الدرهم الدرهم كسورها؟ ما ادري والله كلش كلش كسور ما تعرفه؟ لا احنا كسورنا هني الفلس دي عملتنا دينار وكسورها الفلس 100 فلس وهالامور هناك وايش الكسور عملة اهل الامارات ايه الدرهم لا يهم درهم وايش كسور الدرهم هلا لا كسور الدرهم اللي اقل من الدرهم تقصد يعني احنا ايه يعني عندنا احنا الفلس. هني دي الفلس ايه عادي كسورها الفلس لا والله ولا شيء ولا شيء عن الإمارة ولا شيء إنزين ولا عملة ولا شيء ولا سمعت عن منطقة ولا ناس راحت ناس جت الإمارة لا والله ولا أدري بشيء بعد عملت هنا يعني نفس البحرين تقريبا يعني إيه؟ اللي هو الدرهم الإماراتي الدرهم كسورة فلس والله الفلس عمي عمي معلوماتك فوق توهقني انا عمي وتنصح كل الرياضيين اللي عنده اغراض يشتريها ودمها اكيد 100% كلهم كلهم وكل واكثرهم يروحون هناك يعني في ناس تقول مو تروح حق اغراض في ناس تقول تروح سياحه وايش رايك في الكلام سياحه بكونها هي خليجيه ومنطقه حاره فيعني اتمنى انه يروحون بعد في الشتاء يعني بس في سياحه بكونها سياحه يروحون في الحر لا ما انصحهم لانها حاره يعني الديره زمو في الحار وبكونها بعدنا غاليه واجد يعني واجد غاليه واجد غاليه يعني مثلا وجبه العشاء تطلع لك ب 20 دينار بحرين بحريني وايش سبب زيارتك لدبي يعني كان
راحتنا كذي سياحة ومنها كان شغل يعني خفايف يعني يا أخوي ونسبات كذي. أها شغل سياحة ما تدري وين رحت بالضبط دبي؟ السوق يعني كله في السوق. نعم. يعني قالت سياحة زي شراء. هذا هو. إنزين لو قالوا لكم صحنا بلد خليجي سياحة وين تقول لهم روحوا؟ سياحة بروح أفلها بس في الخليج يعني. أفضل شيء الإمارات يعني. الإمارات. وين بالضبط؟ دبي. دبي رحت محل سياحي في دبي؟ أنا رحت الإمارات مرتين، مرة حق السيارة ومرة رايح إلى كان علاج يعني بس مو إلي، إلى أحد الزملاء. فرحت معاه حق حجامة في الإمارات. إيه؟ بس سوحنا أسبوع كامل كانت كلش رايعة يعني. رايح. والعلاج مالهم زين؟ يعني العلاج استفاد أخوي واجد. واجد ماله إيش كان العلاج؟ حجامة. حجامة. إيه؟ أعزائي المتابعين لا تنسون تسوون السبسكرايب والشير. وتتابعون القناة وتفعلون الجرس وكتبوا لنا وين تبون يكون ياكم عبد الرحيم ونسترلاب في الحلقات الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله.